ده خلونا نسأل السفير حازم رمضان القنصل العام بجدة. سيد سفير أهلا بيك. أنا مساء الخير. أهلا بيك سيد سفير. سيد سفير، ما كنا يعني بن حملات التضامن مع الحاجة سعدية كثيرة سواء في مصر أو السعودية، وأنا قرأت لك تصريحات طلعناها من شوية حضرتك فيها بتتحدث عن يعني تعامل السلطات السعودية معاها بشكل إنساني. الحمد لله. لو سألت حضرتك إيه اللي تم في القضية حتى الآن وكيف تعاملتم معها؟ والله هو طبعا زي ما حضرتك عارف هي طلعت ومعاها الشنطة اللي انبست عليها ووصلت هنا، تم إلقاء القبض عليها في مطار ينبع السعودي واتخذت العرض على النيابة، والنيابة قررت احتجازها بعض أيام على ذمة التحقيق اللي هيبتدي بكرة الصبح إن شاء الله. نعم، من ساعة التحقيقات هتبتدي معاها بمعرفة النيابة العامة السعودية بكرة صباحا. يعني بكره صباحا هتبدأ التحقيقات معاها. ايوه، وطبعا من ساعه ما عرفنا الموضوع ده سواء بالنسبه للحاجه السعوديه او بالنسبه لاي مواطن مصري، القنصليه العامه بتتحرك فورا، واحنا لينا ممثلين موجودين في المناطق المختلفه بما فيهم منطقه ينبع، وفي مستشار قانوني من القنصليه اتحرك فعلا، وان شاء الله يكون مع الحاجه السعوديه في التحقيقات بكره باذن الله. ان شاء الله. طبعا يعني هنا بس الجانب الانساني، يعني صحيح في جانب قانوني، وانا عارف انه يعني موقف حضرتك هيبقى شويه في التزام بالجانب القانوني، لكن الجانب الانساني يعني عندكم استاذ سفير نفس اليقين اللي عند الكثيرين بان هذه السيده ضحيه شياطين، يعني ست كبيره ببساطتها بعفويتها بتلقائيتها حد اداها شنطه بهذا الشكل، عندكم يقين ببراءتها؟ وده شيء مؤكد يا سيد الفاضل، يعني هي الحاجه السعوديه ملهاش في المواضيع ديت اساسا عشان يبقى في عليها شبهه، بس الجانب القانوني لازم ياخد مجراه حضرتك عارف. لا لا، لكن انتوا على يقين انها لا يمكن ابدا انها تكون عندها شبهة متعلقة بهذه القضية. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله التحقيقات تثبت كده، بس انا ليا رجاء عند اسره الحاج سعديه وعند كل الزملاء عند حضرتك في مصر، اتفضل. حاولت يعني التزام قدر من الهدوء عشان التحقيقات تاخد مجراها بدون ضغوط، وان شاء الله ربنا يكتب لها السلامه والبراءه. ان شاء الله، وانا هنتابع مع حضرتك غدا التحقيقات معاه وايه اللي تم سيد سفير، وبشكر حضرتك على هذا الاهتمام الكبير على اعتبار انها مواطنة مصرية يشعر الجميع ببراءتها. الف شكر. اطمن عليها، اسمع صوتها، اسمع صوتها بس كلمة ان شاء كلمة الله تطمني. هتتم معاها التحقيقات غدا، وانا واثق انه مع اول جلسة تحقيق الناس هتكتشف ايه اللي تم يعني وايه اللي حصل. هناخد بس تليفونات أخيرة وربنا يسهل، وزي ما السفير نصر